أهلا بكم. تم اليوم ببرج العدل بمدينة واد مدني توقيع عقد شراكة لتطوير وتسويق مخطط الروضة شمال السكني بين مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة وشركة سوقطرة للتنمية والاستثمار المحدودة، وذلك بحضور مولانا جمال الدين محمد الطيب أحمد رئيس الإدارة القانونية بولاية الجزيرة. وأوضح الأستاذ صلاح أحمد محمد نائب المدير العام لمصلحة الأراضي أن عقد الشراكة حدد نصيب ولاية الجزيرة بنسبة 51.7%، وأن مخطط الروضة السكنية يقع شمال ولاية الجزيرة بمحلية الكاملين. وإلى ولاية شمال دارفور، حيث تفقد والي الولاية عبد الواحد يوسف إبراهيم برفقة لجنة أمن الولاية ومعتمد محلية الفاشر سير العمل بمحطة كهرباء الفاشر الجديدة، حيث اطمأنوا على الماكينة التي تم تشغيلها وإعادتها للخدمة بعد توقف دام لفترة طويلة، مما اضطر الشركة السودانية للتوليد الحراري إلى برمجة امداد التيار الكهربائي بأحياء المدينة والتي شهدت قطوعات متكررة بسبب تلك البرمجة. واستمع الوالي إلى شرح مفصل من مدير الشركة المهندس إسماعيل آدم عبد الكريم والمهندسين حول موقف المحطة ووضعها الراهم بجانب الجهود التي بذلت من أجل تشغيل هذه الماكينة. الآن إلى قضية اليوم.